طيب رجل يضرب ألف قبل قبل وقع من هذا القطع الطار يعني ما شاء طيب رجل يحارب رب العالمين بطل لو واحد يقابل عشرة أو مئة أو ألف ماشي لكن هذا ما عنده من جاه من فطرة نهار هو محرم لله تعصي وتجاهل المعصية ما هو صحيح إذا لابد إخوانا أن نعلم هؤلاء قل يا أخي لا تحارب الله لو افطرت في نهار رمضان هذا أقل من أن تفطر وتجاهل الفطر في نهار رمضان قلنا المرء وهي معذورة ما تجاهل أبدا وهي معذورة طيب إسلام والعقل والبلوغ وذكرنا في البلوغ أن البلوغ يعرف بما كيف نعرف أن هذا بالغ أو غير بالغ بأمور ثلاثة اتفق فيها رجال ونساء انبات الشعر الخشن حول القبل الاحتلام واتمام 15 عام وتزيد الرابع بالحيض واحدة من هذه الأربعة يحصل بها البلوغ نعم أربعة عند النساء ثلاثة عند الرجال طيب الصحة خرج من هذا المريض كان يجب الصيام على المريض من يعرف نعم إذا كان هذا المرض يضر به إلى صام فصيامه أحيانا محرم يعني الآن أنت تسمع أحيانا بعض الناس مريض السكر والطبيب يقول لا تصوم وهو لا يصوم ويتعب وحين يغمى عليه ولا يبقى مستشفى فهذا تقول له لا ترى صيامك تأثم عليه اي والله الله سبحانه كتب لك الأجر والله غني عن تعليم عباده وقال لا تلقوا بأيديكم لا تهنوا حرام عليهم الصوم صح لكن جرح في اصبعي وافطر منها رمضان قل يا رب طب الله المال قد مريض طيب عطاس زكام لا اذا مرض يضر به الاصابع فقر الدم جلطة في الدم، جلطة في الدماغ، مريض بالسكري، مريض بضغط الدم، لا بد أن يتناول الدواء. دمار القلب. طيب. المقيم خرج من هذا المسافر. فالمسافر الآن الأولى في حقه أن يصوم في رمضان. ما لم يشق عليه، شق عليه يفطر. لماذا أولى أن يصوم؟ لأن الصيام في السفر هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اسهل على المكلف ايضا. انت عندما تصوم مع الناس تصوم شهر ولا يشبه. لكن لو قلنا تستطيع الصيام وحدك تقول لا كما صلى التراويح لها صلي مع الجماعه بشر لكن وحدك ما تقدر على هذا. ثم تدرك فضيله شهر رمضان. ثم قد تؤخر القضاء وما تقضي احيانا خاصه من يعمل في السفريات دائما يسافر. هذا يقول لا بد ان يصبح طيب وكذلك الخروج من الحيض والنفاس ذكرنا ايضا مفسدات الصوم والفائده من معرفه مفسدات الصوم حتى لا تاتي المسلم يفسد عليك الصيام ويصبح صيامك باطل يعد على نفسك الرده الله تعالى اهم مفسد نسأل الله السلامة والعافية رده يسب الرب يسب الدين يسب النبي صلى الله عليه وسلم قلنا هؤلاء أرادوا والله والله إخواننا أمر واضح هؤلاء الذين صنعوا برامج من سنين يعد لها وأنزلوها في رمضان برامج كفرية والله طب العفو سؤال لا يمثلون والله لو واحد يمثل مريضته أنك تصنع نفسك كيف يمثلكم هذا المؤمن؟ يمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم ومثل بالملائكة بل برب العزة أراد ماذا من هذا الكفر في نهار رمضان بصير مخاطر هل نسيت لا بد أن نتنبه لهذه المساء إخواننا والله طيب الثاني أن
الأكل والشرب عمدا، وما جرى مجرى الأكل والشرب حتى لو كان فار يشرب بنزين، يشرب خمر، يشرب خنزير، يأكل خنزير، يأكل بلستين أفضل. وما جرى مجرى الطعام والشراب أو كان يغني عن الطعام والشراب الإبر المغذية، خرج بهذا الإبر التي تؤخذ للتداوي، الأنسولين مريض بالسكر ويأخذ إبرة أنسولين لا يفطر، قبضة العين لا نسمع يوم من الأيام أحد شرب من عينه، هل يوجد أهل عندما يعني يحتاج إلى ماء شرب الماء يشرب من عينه؟ ما يوجد حتى ولو وجد مرارة في حقنا. طيب الثالث الجماع والاستمناء، خرج بهذا ما لو نام واحترم وصل بعد الظهر نام واستيقظ وجد أثر منه صيام صحيح. لو استيقظ الآن أذن عليه الفجر قبل أن يغتسل، أذن عليه أذان الفجر قبل أن يغتسل صيامه صحيح واغتسل ولا إشكال، مفهوم؟ المرأة طهرت قبل أذان الفجر ونام تصفيرا، أرادت أن تغتسل أذن الفجر صيامها صحيح وتغتسل بعد ذلك لا إشكال. الردة والأكل والشرب والجماع والاستمناء الخيع عمدا والحجامة ونزول دم الحيض أو النقص. طيب وأن ينوي قطع اليمين يعني نوى قال أنا مؤمن، لكن لو تردد أو شك حالة قطع ثانية لا أقول لا توسوس اتصال مفهوم. طيب واخذنا ايضا ان النيه محلها القلب، وان الانسان نحن الماء من الان ونحن له ان صيام شهر رمضان تكفي هذه النيه كل الشهر ومع دخول الشهر كذلك. طيب بعد هذا نريد ان نعرف مستحبات الصيام، الصائم استحب له فعلا نبدا منه قراءة القرآن كلام الله، هذا الشهر شهر تنزل فيه القرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي القرآن على جبريل عليه السلام وعرض عليه السنة التي قبض فيها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، تكتب قراءة القرآن تجعل لك ولد أصلا مشرط ما يدخل شهر رمضان يبقى في المسجد أحسن. أيوة نعم تعجيل الفطر وتأخير السحور، مجرد ما أقول الله أطلب أنا مغرب تأكل مباشرة، تعجيل الفطر وتأخير السحور يؤخر السحور كيف؟ يعني أقول الآخر أنا الآن آكل بعد صلاة التراويح فماذا تصنع؟ قبل أذان الفجر السنة أن تأكل تتسحر على تمر، تمر واحد أو ثلاث تمرات هذا تمر مقام السحور، تسحر فإن السحور بركة، بركة بما؟ بركة في الطعام اللي تأكل، وبركة في تقوية البدن على صيام النهار. على ماذا يفطر؟ على ماذا يفطر؟ يفطر على وضوء، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، فإن لم يجد فعلى ما وجد من الطعام تفاح برتقال أو كذا، فإن لم يجد كان السيارة وليس لديه لا طعام ولا شراب ماذا يصنع؟ يبغي. فإذا نوى الفطر أفضل. طيب استحبات الصدقة، لماذا؟ لأنه بالصيام تتحقق حال الفقير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجر من كفر رمضان فتح الله عليه أكثر الصدقة كبير المرسل عليه الصلاة والسلام. قدمت الكلام نعم هذا المستحبات، هذا من الواجبات، يجب عليه ترك قول الزور فلان ذي كذا والعمل به والغيظ والنميمة حسد غل كذا. نعم
أي أحد يحدث كثيرا أنه فلان الإمام أطال اليوم جماعة المسجد أعوذ بالله موجود هذا في رمضان يكثر في آخر الإمام طول أمام الباب هنا يقف ساعات ولا يشفع الله في المسجد يركب على رأس إبليس لا ما ردت الشياطين التي تصفت لكن سراب الشياطين موجود شيطان الإنس أخطر من أبوه شيطان الإنس لأن شيطان الجن تستعيد لها أما شيطان الإنس ما لها مشكلة على شيطان الإنس والله أكبر مشكلة عندي شيطان الإنس ما لها تستعيد ما لها جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله وقال يا إمام إن فلان يقول في كذا وكذا لو اليوم جاء إنسان وقال فلان يا أبو إبراهيم تكلم فيك البارحة يقول الله يسامحك أي وما دخل غير هذا وما دخل أعوذ بالله فيه كذا وكذا صح الحسن رحمه الله عندما جاء إلي هذا الرجل وقال فلان يقول في كذا وكذا قال لهذا الرجل أما وجد الشيطان رسول غيرك؟ أما وجد الشيطان رسول بحث الشيطان يرسل ما وجد أن أنت رسول الشيطان والله لو كنا على هذا افتحنا جيت واحد قال يقول فيه قال اسمع أنت رسول الشيطان ترتاح صح الحمد لله طيب نعم أبو عرب استحبات السيارة ترك الموبايل دعوة الصلاة المستجابة نعم يدعو عند فطرة يوم يستر من ذكر الله واستغفار قراءة القرآن على الأكبر صلاة التراويح يحافظ على صلاة التراويح ولا تمل يا أخي الصلاة وجعلت قرة عين الصلاة يعني يأتيكم إن شاء الله الشيخ عبد العزيز قال أريد أختم القرآن قل أختم وطير قال تخطيط قال أقرأ عشر صفحات قل أقرأ ما عندك إشكال إحنا عبيد لله نريد نصلي نريد يكون الله هذا غير بقية الأعوام ما هو براعي نخدم القرآن في هذا المسجد ونشعر تسمع القرآن وتراجع وتقرأ كتب التفسير إيش الإشكال؟ عندنا مسجد اسمع هذا المسجد بجانب السوق كل ما في المسجد تجار ويريد إقامة الصلاة بسرعة وبعضهم لا تجار رجل فيوم أذن بعد أن أذن دخل على قال أقم الصلاة سبحان الله إقامة الصلاة في يد من؟ الإمام المؤذن فهذا الإمام يعني دخل مجرد دخل هذا قال أقم الصلاة أقام الصلاة وصلى بسرعة وسلم خرج الإمام فخرج هذا اللو اللي قال أقم الصلاة خرج فلقى السلام عليكم طلع لكن الحمد لله خير قال ما حدث في تلاقيه بلد كذا أعوذ بالتدري حدث كذا وحدث اليوم يعني كانت متوعدين بحدث كذا وحدث كذا وحدث كذا والله يا شيخ سبحان الله الوزير قبل أمس قال كذا فلما أخذ يتحدث معه بعدين قال كم لنا نتحدث؟ قال والله ممكن ربع ساعة لنا أو نصف ساعة قال يا ما تخاف الله بس استطعت تتكلم دقائق وهنا تتكلم اسمع آخر مرة بعد هذا لو تكلمت في المسجد قلت أقم الصلاة والله أفرح كمان أقول بقي معي ذاك اليوم بس ساعة فأي واحد عنده كاسة كبرى يقول الإمام طول يبغى يصلي يصلي يبغى يمشي لماذا سميت صلاة التراويح بهذا الاسم؟ كان يرتاح بين الركعات قيام طويل يا رجل الشيخ عبد العزيز يقول لنا
أصلي فيكم ساعة فقط بس وقت من القرآن إن شاء الله تعالى ساعة مع صلاة العشاء ساعة هنا شاشة ساعة والله من يتق الله يجعل له مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب صحيح أنت تريد تصلي صلاة خشوع وقراءة وتلاوة تدعو الله تخرج من شر والله تتمنى أن العام كله رمضان صحيح؟ أي والله صلى الله عليه وسلم.